قرب الحدود مع قطاع غزة يواصل الجيش الإسرائيلي إطلاق قذائفه. هدف القذائف هو مدينة غزة التي تحول الكثير من مبانيها إلى أنقاض. القصف الإسرائيلي المستمر منذ أسبوع أسفر عن مصرع أكثر من 170 شخصاً. جرائم الاحتلال متلاحقة، وقد تجاوز العدو فيها كل خطوط الحمر بارتكاب مجازر وتدمير بيوت على رؤوس قاطنيها، وهذا يدلل على عقلية الإجرام والإرهاب التي يتمتع بها الاحتلال الذي بدأ العدوان، والمقاومة ليس أمامها إلا الدفاع عن الشعب بكل الوسائل المتاحة. وضع أرغم آلاف السكان على الفرار من القصف المتواصل. أنا مش علشان أرواحنا، عشان أرواح للطفال هدول اللي صحيوا من الساعة واحدة مرعبين، واجوا الله يعزك حافيين في الشوارع، وجينا من هناك اللي أنا مشي. القوات الإسرائيلية وسعت نطاق هجماتها في اليومين الأخيرين، وشاركت بعض القوات البرية مؤقتا في الهجمات. وفي المقابل واصلت حركة حماس إطلاق الصواريخ على إسرائيل، مما أدى إلى هرب الناس باحثين عن ملاذ آمن، كما هي الحال هنا في تل أبيب. نحن لا نعرف متى ستنتهي هذه العملية، وربما تستغرق فترة طويلة، ولذلك فنحن بحاجة إلى دعم الشعب. وبينما تطالب الأسرة الدولية بإنهاء القتال سريعاً، يعقد مجلس الأمن والجامعة العربية اجتماعات طارئة لبحث الأزمة من أجل التوصل إلى هدنة تمنح السكان في قطاع غزة وإسرائيل بعض الوقت لالتقاط أنفاسهم.